خلينا ننتقل ليه بقى الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي اللي حقق فوز مهم جدا على حساب فريق الزمالك ده في المباراة اللي جمعت الفريقين في ختام منافسات بطولة الدوري، وانتهت هنا بفوز الأهلي بثلاث أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي 25-20 25-21 25-19 و25-23. تمكن هنا فريق سيدات طائرة الأهلي من فرض سيطرته على مجريات المباراة. على كل حال خلونا ناخد مزيد من التفاصيل يعني من كابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي. كابتن حمدي صباح الخير على حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم وعلى البرنامج الجميل بتاعكم. ربنا يخلي حضرتك، سعداء ان حضرتك بتتابعنا وسعداء كمان يعني الفوز طبعا، يعني الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بصراحة مشرفنا وأداء رائع جدا. خلينا نروح مع حضرتك لتفاصيل المباراة بالأمس، اتفضل يا كابتن. والله المباراة الحقيقة كانت قوية جدا، احنا زي ما انتم عارفين حسمنا اللقب بتاعنا قبل انتهاء الدوري بثلاث جولات. الحقيقة طبعا كان اجتماعي مع الفريق ان احنا لازم ننهي الدوري بدون هزيمة، وان المباراة طبعا الزمالك مباراة قمة خاصة، خاصة ان الزمالك السنة دي فريق قوي بيأدي أداء قوي وعنده اثنين محترفين، فكان هيبقى من الصعب علينا ان احنا ناخد الدوري وما نكسبش عالي جدا، و كانوا موفقين امبارح وقت المباراة قوية، كانت يعني حسن ختام للدوري بدون هزيمة يعني الحمد لله. احنا كده تقريبا الرصيد بتاعنا 66 نقطة. تمام. يعني كلام محترم، كل التوفيق ليكم إن شاء الله كابتن حمدي. شكرا ليك يا فندم وأداء حقيقي مشرف، شكرا ليك كابتن حمدي الصافي. طيب نروح بقى من الكرة الطايرة إلى كرة القدم. النهاردة رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بيجري أشعة للإطمئنان على حالته الصحية. طبعا اللاعب كان بيشتكي من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، والجهاز الفني قام باستبداله عشان يمنعه تفاقم الإصابة. من المقرر أن يعود الفريق إلى استئناف تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة المقرر لها يوم السبت المقبل إن شاء الله في بطولة الدوري. وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد دون أهداف ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة الدوري.